ويجي واحد متفلسف يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. موتاكم محاسن موتانا الناس اللي هم مسطورين الحال، انما اللي يجاهر بالظلم النبي قال فيه ايه؟ اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. ده انت ذكرك لمساوئه عبادة عند الله، لان ربنا قال عن فرعون كتير وعن ابو لهب كتير وعن هامان كتير. ايش معنى ده اللي انت بتحافظ عليه؟ ولما ترمينا في السجن ما كانش واحد بيقول كلمة طيبة لك. يعني تقولون للمضروب لا تبكي ولا تقولون للضارب لا تضرب. بقى تيجي على اللي بنضرب وتقول له معلش يا بابا ما تعيطش، والتاني لازم عليه بالكرباج، ما هو لابد يعيط يا اخي، لابد ما تقول للضارب ما تضربش. ولذلك شوف النبي بيقول ايه؟ ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه يوشك ان ياخذهم الله بعذاب من عنده. والعذاب انا مش بقول عذاب هينزل علينا نار، ما هو العذاب انواع، ما هو غلاء المعيشة عذاب، وأزمة الإسكان عذاب، والمواصلات اللي ما تعرف تحط رجلك فيها عذاب.